السلام عليكم شباب، بكمل كده معاكم اخر جزء في اخر موضوع في الجنرال اوفر فيو. في موضوع الجنرال اوفر فيو اخر جزء، الجزء ده خاص بالاطفال او هو موجود عندنا كتاب الاطفال، جاب لي حاجه اسمها الابنورماليتيز، ابنورمال اودر او ابنورمال ساوند. قال لك الابنورمال اودر ده ممكن تكون جايه منين، يا اما البريث يعني خارجه من الماوس، يا اما تكون لليورين، للستول، للسبيوتم، البلغم اللي خارج منك، للترجيع، الفوميتوس. طبعا الفوميتوس له ريحه معينه، لكن لما يطلع اصلا اوفنسيف اودر زياده عن الشكل الطبيعي يبقى ده بنقول عليها ابنورمال اودر، ابنورمال اودر خارجه من السكين او ابنورمال ديسشارج خارج من الفاجينا. طيب لما اجي ابص كده، هم هنا حددوا لنا ثلاث حاجات، يعتبروا الثلاث حاجات الرئيسيه اللي احنا بنبص للاودر بتاعتهم عشان نعرف هل دي ابنورمال ولا نورمال اودر، والحاجات اللي ظاهر فيها الابنورماليتيز قوي. اولا لما نيجي على البادي كده، قال لك اول حاجه الشخص اللي عنده دي كي اي دايابيتيك كيتو اسيدوزيس. ايه حكايه الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس؟ لو واحد عنده السكر يا جماعه، الشخص اللي عنده السكر ده المفروض يعني ان هو لحظه كده نعمل، لو واحد عنده السكر الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس لما بيزيد عندي كميه الجلوكوز داخل البلد، وطبعا الانسولين ما بيعملهاش، ما بيحفزش الميتابوليزم بتاعه، بيبدا السكر ده الجلوكوز ده يتحول عن طريق باث واي اخر، بدل ما يتحرق يتحول الى ما يعرف باسم الكيتون بوديز. والكيتون بوديز في نوعها او في حقيقتها هي اسيدز، فتدخلني حاجه اسمها دايابيتيك يعني بسبب العيان اللي عنده دايابيتس كيتو، في وجود الكيتون بوديز اسيدوزس، لان الكيتون بوديز اسيدز في الاصل. الكيتونز الظاهره في الدايابيتيك كيتو اسيدوزس دي لها ريحه مميزه قوي، ريحه الاسيتون اللي البنات بيستخدموه في ازاله طلع الاظافر. فبتلاقي الريحه دي تبدا تظهر من البادي، لان بعض جزء من الكيتون بوديز دي بتخرج مع مسام العرق. لو شويه من الاسيتونز حصل لهم افراز في اليورين، هتلاقي ريحه اليورين بعد ما العيان يدخل الحمام كده يلاقي نفسه بيشم ريحه الاسيتون، الريحه النفاذه بتاعته. وممكن كمان العيان اللي داخل لك في دايابيتيك كيتو اسيدوزيس او دخل في دايابيتيك كوما، يعني غيبوبه سكر، السكر عنده عالي قوي، الدكتور اول ما العيان بيدخل عليه من بره وهو داخل كده عليه في الاستقبال واهله شايلينه مغمى عليه، يجي يشم ريحه نفسه يلاقي ريحه الاسيتون خارجه من بقه، بيعرف طبيعي الشخص ده مريض سكر، ده دخل في غيبوبه السكر، يبدا يعمل له المانجمنت على هذا الاساس. يبقى الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس بتعمل لي اودر تخرج من البادي، وبقول لك انها برضه بتخرج من الماوث وممكن تظهر في اليورين، تخرج من البادي عن طريق العرق، وفي اليورين مع التبول تلاقي ريحه الاسيتون ظاهره، ولو دخل في كوما غالبا تقدر تشم ريحه الاسيتون دي من الماوث بتاعه من الفم. طيب نبص تاني كده على تاني حاجه موجوده معانا بتخرج من البادي. قال لك لو واحد دخل في كرونيك رينال فيلير، انا قلت لك ان الرينال فيلير المفروض يعني المفروض ان الرينال فيلير الكيدني بتصفي الجسم من بعض المواد السامه، تعتبر العضو الثاني في الاخراج او العضو الثاني في الميتابوليزم بتاع الجسم مع الليفر. المفروض لو الكيدني ما بقتش شغاله والعيان دخل في كرونيك رينال فيلير، ما بقتش الكيدني تصفي الجسم من التوكسينز خاصه بعض التوكسيك كيميكالز، فيبدا الكيميكالز دي تترسب وتخرج عن طريق مسام العرق على الجلد بتاعك، وتديك ريحه زي ريحه زفاره السمك اسمها فيشي سميل. طيب عندي ثالث حاجه موجوده معايا، قال لك لو الشخص بقى الطفل بلع حاجه يعني واحد من السوائل النفاذه، السوائل المسممه خاصة الكيروسين، والكيروسين ده اللي هو الجاز احنا عارفينه له ريحة نفاذة وريحة مميزة خاصة به، بتلاقي ان الطفل اللي يبدأ الكيروسين يتسامى ويتطاير ويخرج من الجلد بتاع الطفل، ويبقى فيه له كيتون سميل خارجة من البادي بتاعه في حالات الكيروسين بويزنينج. طيب عندي ايه تاني بقى، ايه الروائح اللي ممكن تكون خارجة من الماوث؟ اولا الماوث ممكن يكون له ريحة باد اودر خارجة من الماوث، بنسميها لها اسم كده اسمه الهاليتوزيس. الهاليتوزيس ده ممكن يكون له عدة أسباب. أولا السبب الأول ممكن يكون حاجة في الماوث نفسه، يعني مثلا واحد عنده التهاب في اللثل جينجيفايتس، أو عنده دنتال كيريز أي قرح في الأسنان. طيب هو ممكن يكون ورا شوية، يرجع ورا الماوث شوية، يكون موجود عندك إيه؟ موجود عندك منطقة التونسلز. التونسلز لو أنت عندك كرونيك تونسلايتس وحصل التهاب وبدأ يتكون صديد، الصديد ده بيغير ريحة الماوث ويخلي ريحة الماوث أوفنسيف أو لها ريحة كريهة، بنسميها الهاليتوزيس. طب انزل تحت شويه هتلاقي نفسك نازل على يا اما في الجي اي تي يا اما نازل في الريسبيراتوري سيستم. لو انت نازل على الريسبيراتوري سيستم وعندك اي مرض في اللنج بنسميه سبيراتوري لنج ديزيز، يعني انفكشن، وبدات تكون بص، البص معروف ان ريحته اوفنسيف في اللنج، هيعمل لي سبيراتوري لنج ديزيز، يبدا الريحه تطلع مع النفس وانت بتتنفس وانت بتخرج الهواء، السبيراتوري لنج ديزيز او البص اللي موجود داخل اللنج ده يبدا يخرج مع الزفير بتاعك، فيعمل لك ريحه اوفنسيف في الماوس اللي احنا بنسميها الهاليتوزيس.
طب انزلي مع الجي اي تي لما توصل عند الاستومك، تلاقي لو عندك استومك ألسر، خاصة لو كان سببها بكتيريا اللي هي الاتش بايلوري، البكتيريا الحلزونية، بيطلع مع الاتش بايلوري بعض المواد الكيميكالز اللي بتحصل اللي بتدافع بها عن نفسها مع الألسر اللي بتتكون مع تراكم الطعام بسبب وجود الألسر في الجي اي تي. الاتش بايلوري جاسترايتس بيغير ريحة البق ويطلع عندي روائح كريهة من الفم اسمها الهاليتوزس. يبقى اسباب الهاليتوزس عندك يا اما في الماوث نفسه، يا اما في التونسلز، يا اما في السبيولاتيف لانج ديزيز في اللانج، يا اما في الجي اي تي اللي هو الاتش بايلوري جاسترايكس. طبعا تاني حاجه، حاجه اسمها الروتين ابل سميل، او الاسم التاني بتاعها فيتر هيباتيكس. فيتر يعني رائحه، وهيباتيكس يعني جايه تبع الليفر. الفيتر هيباتيكس بيقول لك ان الشخص اللي عنده الليفر سيل فيلير، الليفر كان من الحاجات اللي بتعمل كونجيوجيشن وبتعمل ميتابوليزم لبعض المواد التوكسينز او المواد الضاره في الجسم، اهمها المواد اللي فيها مركبات الصلفه اللي فيها مجموعه الاس اتش جروب. لو الليفر باظ فما بقاش يقدر يعمل كونجيوجيشن، او ما بقاش يقدر يعمل تنقيه للجسم او ميتابوليزم لمركبات الصلفه، تبدا مركبات الصلفه دي تنتشر في الجسم وتظهر في الجي اي تي وتخرج ريحتها من الماوث في صوره ريحه ابل، ريحه تفاح معطن اللي هو الروتين ابل سميل، او يطلق عليها اسم الفيتر هيباتيكس. يبقى انا عندي ثلاث روائح موجودين في البادي، الاسيتون اودر بتاعت الدي كي اي، الفيش سميل بتاعت الكورونيك رينال فيلير، والكيروسين سميل بتاعت الكيروسين بويزنينج. عندي من الماوث الهيتوزس وانا قلت لك اسبابه، وعندي الفيتر هيباتيكس اللي هي ريحه الابل اللي هي ريحه التفاح المعفن اللي بتكون موجوده في الهيباتيك فيلير. يبقى الهيباتيك فيلير بيعمل لي فيتر هيباتيكس، الكورونيك رينال فيلير بيعمل لي فيش سميل، ركز في الاثنين. طيب بقى بالنسبه لليورين، قال لك والله اليورين في حاجات ممكن تظهر لي في اليورين، خاصه لو كانت من الحاجات المخرجات اللي بتخرج في اليورين. اولها قلنا الكيتون بادز بتعمل لي اسيدون اودر في الدايبيتيك كيتو اسيدوزس. طيب بص عندي كده، لو عندك انفكشن في اليوريناري تراكت، الانفكشن دي بتكون بص، البص ده يبدا ينزل مع اليورين يخرج بره، ريحه البص، انا قلت لك ان البص اوفنسيف زي ما كنا بنتكلم على السبيوريتيف لانج ديزيز، قلت لك ان هيخرج ريحه اوفنسيف اودر خارجه مع النفس. هنا بقى الانفكشن اللي موجوده في اليوريناري تراكت هتعمل لي بص، والبص ده لما يخرج مع اليورين يخلي ريحه اليورين باد اودر. طيب عندي مرضين، المرضين دول من الامراض اللي هي بتيجي في الاطفال، ومن الامراض اللي هي مش شائعه قوي، لكن بنذكرهم برضو كذكرا كده يعني تبقى انت عارف ايه الامراض دي. عند المرض الاول اللي اسمه المابل سيرب ديزيز. ايه المابل سيرب ديزيز ده؟ مبدئيا هو اتسمى على اسم ريحه اليورين اللي خارج منه. المابل سيرب ده اللي هو شراب القيقب، القيقب ده نوع من الاشجار، من الاشجار المعمره اللي احنا بناخد الخشب بتاعها ونقطعه ونستخدمه في الصناعه، وناخد بعض البذور اللي بتنمو على الاشجار دي نطحنها ويطلع منها ماده لزجه زي العسل اسمها شراب القيقب. يبقى اروح للعطارين واسالهم عليه، ليه ريحه مميزه قوي ونفاذه؟ فقال لك الطفل اللي بيجي له مرض، المرض ده اصلا ملوش علاقه بالقيقب ولا له علاقه باي حاجه، هو مرض فيه مجموعه من اعراض نتيجه نقص الميتابوليزم في الاطفال المفروض انك تكونوا درستوه في البايو، بيسموه ليه مابل سيرب؟ لانه قال لك الطفل ده عنده نقص في الميتابوليزم. لما بنيجي نشوف اليورين بتاع الطفل ده، الريحه بتاعت اليورين بتاعته زي ريحه شراب القيقب، فاللي شاف اليورين وشم الريحه قال لك بس الطفل ده عنده ايه؟ عنده مجموعه الاعراض دي، يبقى الاعراض دي نسميها المابل سيرب ديسيز عشان اليورين بتاعه ريحته زي ريحه شراب القيقب. بس هو كل واحد يكتشف حاجه يسميها بمزاجه، فخلاص هو سماها بالشكل ده. عندي برضه مجموعه من الامراض اسمها الفينايل كيتونوريا، فينايل كيتون بوديز، فينايل الانين مع كيتون بوديز ديزيز، برضه من الديزيز بتاعت الميتابوليزم زي المابل سيرب. بيقول لك ان العيان اللي عنده فينايل كيتونوريا لما بيخرج في الميتابولايتس دي تنزل في اليورين بيديني ماستي اودر، يعني ريحه زي ريحه العفن. يبقى دول ثلاث روايح في اليورين، الدي كي اي بيديني اسيتون اودر، اليورين ريتكت انفكشن باد اودر، ماستي اودر مع الفينايل كيتونوريا، والمابل سيرب ديزيز بيديني مابل سيرب يورين. لكن الابنورمال اودرز في الثلاث اجزاء همت. تعالى بقى نتكلم على الجزء الثاني او على الموضوع الثاني في الابنورماليتيز، الابنورمال ساوندز. الابنورمال ساوندز ممكن تكون بسبب حاجه من اثنين، يا اما كحه دراي كاف، كحه جافه مفيش معاها بلغم، فبتبدا تحك في الاير واي وهي طالعه وتديني ساوند معين وانت بتكح، او بسبب النويزي بريذنج، وغالبا النويزي بريذنج بيبقى غالبا بسبب اوبستراكشن في جزء معين من الاير واي. تعال نتكلم عنهم كده ونشوفهم واحده واحده. انا هبدا بالجزئيه بتاعت النويزي بريذنج. في نويزي بريذنج اول حاجه موجوده معانا، ناخد بس الكالر كده.
اول حاجه موجوده معايا في النويز بريذنج او النويز ريسبيريشن السنورنج. ايه هو السنورنج؟ الشخير. لو اي حد ما يعرفش الشخير اسمعك صوته دلوقتي. ده صوت للسنورنج، يعني اعتقد ان الناس سمعته دلوقتي. في كل حاجة من الحاجات دي انت هتقول لي، هتوصف لي الساوند انت اللي انت سمعته، هتوصفه لي من حيث ايه؟ هل هو بيتسمع مع دخول النفس ولا مع خروج النفس؟ ولو في كاركتر معينة خاصة به هنقولها. دي اول حاجة. تاني حاجة هتقول لي السبب بتاعته، السبب بتاع السنورنج ده. غالبا اغلبية النويز بريدنج بيبقى فيه اوبستراكشن في حاجة معينة، او في حاجة معينة مضيقة الطريق على الاير وهو داخل او هو خارج. فتعالى كده نبص على الـ respiratory tract بتاعنا. بص كده معايا، ده respiratory tract اهو. نكبر الصورة دي شوية اهو كده معايا. بص كده، المفروض ان الـ respiratory tract بيبدأ من فوق بالنوز، بعد كده يبدأ nasopharynx oropharynx laryngopharynx، بعد كده تنزل لي على larynx، بعد كده التراكيه، وندخل بقى البرونكاي والبرونكيولز لحد ما نصل في النهايه للريسبيراتوري برونكيولز اللي هي اماكن التبادل الغازي. طيب السنورنج بيحصل امتى او بيحصل ليه؟ بيحصل في حالات الاوروفارينجيال اوبستراكشن. المفروض ان الهواء هو بيدخل من النوز او هو بيدخل من الماوث عشان يعدي. لو حصل اوبستراكشن في المنطقه بتاعه الاوروفارينكس دي كده بيبدا الشخص يحصل عنده نويز. هو الهواء لو حصل اوبستراكشن او ضيق في المنطقه دي، الهواء اللي داخل من النوز مش هيقدر يعدي عشان يصل لللنج، عايز يعدي عشان تتنفس، فيبدا يدخل ويعدي في منطقه ضيقه، فيظهر عندي صوت الشخير ده كده. اغلب الاشخاص اللي عندهم او بيشخروا هم نايمين، غالبا الدكتور لو لقى تخين بينصحه ان هو يخس. ليه؟ لان اللي عنده منطقه السوفت بلد دي كده فيها تجمع من الفات، اول ما بينام على ظهره بيرجع السوفت بلد لورا ويسد له منطقه الاوروفارينكس، فيخلي الهواء اللي داخل يحتك بالاوروفارينكس في المنطقه الضيقه ديت بسبب زياده الفات في الموجوده في المنطقه دي. فالدكتور بقى لما يبدا يدخل ويعمل له عمليه عشان يشيل الفات ده، يقول له خس. لو خس شويه هتلاقي الفات ده بدا يقل، الاوروفارينكس اتفتح وخلاص عالجنا الموضوع. طب السنورنج اللي انت سمعته ده كان بيتسمع انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري؟ طبيعي بيتسمع انسبيراتوري، وانت بتاخد النفس بتاعتك لجوه تلاقي الطريق مقفول فيديك الصوت ده، يبقى السنورنج انسبيراتوري مع الشهيق. هل الشخير زي زقزقه العصافير؟ طبعا الاثنين عكس بعض. زقزقه العصافير حاجه سموس كده، لكن الشخير حاجه هارش ساوند بنسميه لو بيتشد فويس. لو بيتشد فويس يعني صوت غليظ وريجولر، مش بيمشي بشكل منتظم. ممكن الشخص تلاقيه يشخر شويه وهو نايم، بعد كده يبدا الشخير ينقطع ويرجع مره ثانيه وما الى ذلك. فالثلاث كاركترز ان هو انسبيراتوري يعني مع دخول الهواء، لو بيتشد صوت غليظ وريجولر مش بشكل منتظم. طيب تاني حاجة موجودة معايا جزء الستريدور. الستريدور ومعناه صرير. هسمعك الصوت بتاعه عشان لو ما تعرفوش. السؤال اللي انا هسأله لك دلوقتي، الستريدور ده بيحصل اللي انت سمعت مش سمعت صوتين ورا بعض، فانا هقول لك ان هو بيحصل مينلي انسبيراتوري، وفي له جزء ممكن يحصل معه اكسبيراتوري، يعني يحصل انسبيراتوري والشخص بياخد الشهيق، واقل منه صوت اقل منه شويه يحصل مع الزفير. طيب بيحصل بسبب ايه؟ انا قلت لك ان اغلب الحاجات دي لازم تكون بتحصل بسبب ان عندك اوبستراكشن في الاير واي، اوبستراكشن بعد الاوروفارينكس، تنزل تحت شويه تلاقي نفسك بقيت في مرحله اللارينكس او التراكيه. طيب عندي الصوت اللي بعد كده، صوت اسمه راتلينج. راتلينج بمعنى قعقعه او قرقره. عارف قرقره الشيشه بتاعه طه حسين اللي كان بيسمعها كل يوم وهو رايح الازهر؟ اهو ده. بتحصل امتى؟ بتحصل القرقره او القعقعه لما يعدي هواء على منطقه فيها ميه فيبدا يبقل. هو ده. لو انت عندك سكريشن موجوده في الاير واي والهواء بيعدي عليها داخل او خارج، يبدا يخلي السكريشن ده الميه دي تبدا تبقلل. هسمعك الصوت عشان تحسه. سمعت الصوت؟ انا مش عارف اذا كانت الاصوات دي كلها واضحه عندكم ولا لا، بس اتمنى انها تكون واضحه. يعني صوت بقلاله الشيشه او قرقره الشيشه. غالبا الصوت ده ممكن الشخص يحسه. قرقره الشيشه او البقلاله دي بتاع الراتلينج ده ممكن تتحس لو كانت ضعيفه قوي تسمع بالسماعه. ممكن تحسها لو حطيت ايدك على صدر العيان كده على الاير واي بتاعه، تبدا تحس فعلا بالبقلاله في الاير واي وهي طالعه وهي نازله.
وممكن تسمعها بودنك العادية لو كان الموضوع السكريشنز كتير قوي ومغرقة اللنج. وصلي بقى عند نهاية الاير واي مع حاجة اسمها الويزنج او الصفير. الصفير ده بيحصل امتى؟ بيحصل لو انت عندك الاخر جزء في الاير واي اللي هو بارت من الاير واي عند التيرمينال برونكيولز هنا كده بدأ التضيق، فالهواء لما يعدي في اي في ماسوره ضيقه يديك صفير. انت لما تعوز تعمل صفاره بتضيق القطر كده او عايز تصفر بتضيق الفتحه بتاعت الماوث بتاعك عشان تصفر. تعالى اسمعك صوت الصفير او صوت الويزنج. هتلاحظ ان الصوت بيتاخد نفس داخل عادي وبعدين صوت الصفير، الصوت داخل طبيعي لكن وهو خارج الضيق ده بيكون زايد قوي. وانت بتدخل الهواء بتعمل استريتش للالبيولاي، فبتعمل استريتش للوول، فما بيدخل الهواء بشكل طبيعي. المشكله وانت بتعمل اكسبيريشن الكاليبر او اليومن بتاع الاير واي بيبدا يضيق، فيبدا الصفير يظهر وانت بتطلع الهواء وانت في مرحله الاكسبيريشن. اسمعك الصوت تاني عشان تفهم اللي انا بتكلم فيه. وصلت لك الفكره؟ انت بتاخد شهيق طبيعي، الزفير بقى هو طالع هو اللي بيعمل لي الصوت بتاع الصفير ده. فلما اسالك الويزنج تقول لي هو ويسلينج ساوند او حاجه عامله زي الموسيقى كده زي الصفاره، غالبا بيكون مع الاكسبيريشن مع خروج النفس بسبب اللور اير واي اوبستراكشن عند نهايه البرونكيال برونكيولز. اخر صوت معايا بقى من النويزي ريسبيريشن تنفس حاجه اسمها الجرانتنج. تعالى كده نبص على الجرانتنج. الجرانتنج او اللي انا بحب اسميه الحزق. الحزق ده يعني واحد بيحاول ان هو يتنفس وهو قافل الجلوتس، هو قافل مخرج الاير واي. وايه الجلوتس ده برضه عشان لو حد مش عارف، يعني المنطقه دي يا جماعه دي منطقه الجلوتس. لو انت بتحاول تتنفس تخرج النفس بتاعك وانت قافل المنطقه دي، فانت بتحاول بعسر قوي كانك بتحزق. فالطفل احيانا بيبقى وهو بيتنفس بيجيله صوت زي صوت الحزق ده كده. تعالى نسمعه مع بعض. ده صوت الطفل وهو بيعمل جرانتنج. غالبا الجرانتنج ده بيكون موجود في حالات اللنج كونسوليديشن. اللنج كونسوليديشن ده بيحصل مع حالات النمونيا، الشخص عنده عدوى او انفكشن في الرئه، الانفكشن دي بدات تعمل لي اديما في الالفيولاي وينزل معاها شويه بلد وشويه بص، الرئه اتملت، الطفل مش قادر يتنفس فبيحاول ان هو يحزق بقدر الامكان عشان يقدر يتنفس، وخاصه مع خروج الهواء من الالفيولاي هو ده بيحصل لي معاها الجرانتنج. بنسميها ايه؟ بنسميها جرانتنج. بتحصل امتى؟ اكسبيراتوري. زي ايه؟ زي الاكسبيريشن اجينست فورس اجينست كلوزد او سيمي كلوزد جلوتس. وبسبب ايه؟ بسبب اللونج كونسوليديشن. يبقى انا عندي اثنين، واحده انسبيراتوري اللي هي السنورنج، اثنين انسبيراتوري اند اكسبيراتوري اللي هم الاسترايدر والراتلنج، اثنين اكسبيراتوري اللي هم الويزس والجرانتنج. طب تعالى نتكلم بقى على الدراي كاف. الدراي كاف قال لك اول حاجه عندي الكاف دي مفيش معاها سكريشن، فالهواء وهو خارج وانت بتكح كده بيحك في الوول بتاع الاير واي فيعمل لك صوت معين. كل صوت من الاصوات دي له حاجه مميزه او ديزيز مميزه بيكون موجود فيها. زي ايه مثلا؟ اول حاجه معانا منهم حاجه اسمها الكروبي كاف. الكروبي كاف بدا بحرف السي، بتكون موجوده مع الاكيوت لارينجيتس. صوت الكحه دي عامل زي ما يكون الطفل بينبح. تعالى كده نسمع الصوت. ده صوت الكحه اللي هي الكروبي كاف. نسمعها تاني كده. سوري لان الفيديو الوحيد اللي لقيته لها كان فيه ميوزك، فده الحاجه الوحيده اللي انا قدرت ان انا اجيبها لكم يعني. فصوت الطفل كانه بينبح كده. بيحصل مع ايه الكروبي كاف ده؟ مع الاكيوت لارينجيتس. طب عندي تاني نوع من الكف كحه اسمها البراسي كف. براسي يعني نحاسي. بيقول لك ان صوت الكحه بيبقى فيه صوت عامل زي الميتاليك ساوند. غالبا الميتاليك ساوند ده بيجي بسبب ايه؟ بسبب ان في التهاب في التركيه، والتركيه كلها رينجز، الرينجز دي كلها ما بتخليش الويل يلمس بعضه، فوانت طالع الهواء بيبدا يحك في الرينجز اللي من الكارتريج ده فيعمل لك صوت زي صوت احتكاك المعدن ببعضه. تعالى اسمعك الصوت بتاعها. اسمع معايا كده.
بحس ان صوته هو خارج كانه خارج بيتحشرج وبيحك في الاير واي وهو خارج، فيديك صوت زي احتكاك المعادن ببعضها. عندي بعد كده حاجه اسمها الويزي كاف. ايه الويزي كاف ده؟ يعني ان الشخص بيبقى عنده الويز اللي هو زي صوت الصفير ده، وفي نفس الوقت بيكح وهو بيطلع الويز مع الصفير بتاع الويز اللي انا لسه مسمعه لك من شويه، بيكح في نفس الوقت. غالبا بيبقى الموضوع ده بسبب ايه؟ بسبب النارينج في الاير واي اثناء الاكسبيريشن زي ما انا قلت لك، خاصه لو كان في اللور اير واي. والحاجه دي بتحصل مع حاجه مهمه جدا مع ديزيز من اهم الديزيز انت المفروض هتعرف عنه بعد كده، اللي هو البرونكيال اذما. اخر نوع من الدراي كاف لها حاجه مميزه، حاجه اسمها السبازموديك كاف. ممكن تكون سمعت عنها. السبازموديك كاف او الووبينج كاف كانت بتحصل مع انفكشن اسمها ببكتيريا اسمها البورتيلا بيرتاسس. كان عندنا حاجه اسمها البيرتاسس. ايه الكروبس او السبازموديك كاف دي؟ قالك ان الطفل بيكح مثلا 5-10 كحات في نفس النفس ورا بعض، وبعدين 5 كحات 10 كحات ورا بعض، ده خلاص بيكون نفسه اتقطع. فتلاقيه فجأة واحدة بيجاسب فور اير، بيحاول بقدر الامكان انه ياخذ الهواء عشان يبدأ يكح مرة تانية. وغالبا بتكون مصحوبة بفوميتنج، ترجيع بسبب شدة الكحة اللي بيجيله. انا طبعا همثلها لك دلوقتي. تلاقي الطفل بيكح كده يجاسب بعد ما خلص 5-6 كحات، يجاسب فور اير. ده اللي احنا بنسميها السبازموديك كاف او الهوبينج كاف. وغالبا ممكن يكون معها الفوميتنج بسبب ايه؟ بسبب عنف الكحه، تعمل استيميوليشن للجي اي تي ويبقى الشخص ده يحصل له فوميتنج معاها. ممكن يكون الفوميتنج موجود او مش موجود على حسب الحاله وعلى حسب السيفيريتي. كده انا خلصت الفيديو ده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، وحاولت اسمعكم الكحات بقدر الامكان. اشوفكم بخير في فيديو جديد. سلام عليكم.